اللقاء مع فخامة الفريق أول شمس الدين كمباشي عضو مجلس السيادة. اللقاء كان مثمر جدا شيق. أرحب به سيد فريق أول وفي مكتبه حقيقة، ونورته عن الوضع في ولاية قرب كردفان بصفة عامة، الوضع الأمني، الأمور كلها، الوضع المعيشي وكل جوانب الحياة في ولاية كردفان. طمناه على أيضا على كيف تسير الأمور في الولاية، وتحدثنا عن المؤتمر النفط اللي كان تم في الولاية، ونورناه بمخرجات المؤتمر وتوصياته. تحدثنا أيضا على الموضوع بتاع الحدود والمؤتمر الصحفي اللي ضم ثلاثة من الأولى بخصوص موضوع الحدود مع دولة جنوب السودان، ولقاءاتنا تمت بعد ذاك هنا في الخرطوم مع معظم الجهات الرسمية بما فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة فريق أول البرهان. اللقاء كان أيضا شمل ما التنمية اللي انتظمت في الولاية، وطلبنا منه أيضا المساعدة في بعض الأمور خاصة في موضوع كهرباء الفولة، لأن دي كهرباء قومية تغطي كردفان الكبرى ودارفور. تحدثنا عنه أيضا يساعدونا في بعض القضايا اللي طلبنا منه، وحقيقة رحب بنا أي ترحيب، قال مكتبه مفتوح لنا ووعد بأنه يزل العدد كبير من الصعاب. أنا حقيقة راضي كل الرضا عن اللقاء، كان لقاء مثمر جدا، كان يعني سعادة الفريق أول شمس الدين متفهم لقضايا قرب كردفان.